مصدر من حملة قيس سعيد الانتخابية في اتصال هاتفي مع التاب أكد بأن التصريحات المتداولة إعلاميا أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة لرئيس الجمهورية المنتخب لا تلزم إلا أصحابها. وأكد المصدر هذا أنه لا يوجد إلى حد اليوم مسؤول عن الإعلام ولا ناطقا رسميا باسم رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد. نفس المصدر أكد للتاب بأنه طلب وأن المصدر هذا يطلب بعدم الكشف عن هويته. أكد أنه كل من يعبر عن موقف لدى وسائل الإعلام إنما يعبر عن موقف شخصي لا يلزم إلا صاحبه. وبين أنه من يصرح بتلك الأقوال أو المواقف هو وحده من يتحمل مسؤوليته. وأكد أنه قيس سعيد ما عنده حتى علاقة بتلك الأقوال أو المواقف ولم تصدر عنه. وبحسب المتحدث فإنه هالتوضيح يجي في أعقاب قيام عدد من وسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الفارطة بنشر تصريحات ومواقف نسبتها لرئيس المنتخب قيس سعيد دون أن تثبت من مصدرها. ويمكن آخرها الحضور البارح في الحوار التونسي خرج ويتكلم باسم قيس سعيد. بلاش كل يتحمس ولا يتحمس ولا الناس اللي تحكي باسمه وإلا قيس سعيد اللي لليوم ما عندوش نطق رسمي باسمه. هو الحق ابتداء على الأقل خلينا نقوله فورمالمون من اليوم يتحملها قيس سعيد. أنا في بلاصته ونخرج نحكي وإلا نعين ناطق رسمي معروف فلان ولا فلانة، يعني نجم يكون كان رجل ولا امرأة تتمنى احنا في تونس الغير ونساء ويولي يتكلم باسمه مصدر مأذون أوتوريزي ناخذ منه المعلومة. على خاطر السيد خرج يحكي البارح كما قلت في الحوار وجماعة قالوا خاطينا، واحد آخر قال أنا مدير حملته لكني ما قابلتوش من انتخابات، الآخر قال لا أنا راني معاها وإحنا رانا معاها ورانا ضد جماعة هذوك الطيارات اللي على يمين نهضة، وجماعة يقولوا لا لا إحنا أما هذوك راهم دخلاء فوضويين وبهم وعليهم حاسيلو. في الآخر باش تقيد عليه مواقف وخاصة تخوى بعد دبلوماسية وأحيانا تمشي معناها توصل إشارات حتى الجيراننا مثال خايبة، أنا نرى قيس سعيد أنا الأوان أن يتكلم. معناها كما قلت أنا البارح في الإيديتو وقت لي سقراط جاء واحد قالوا تكلم لأراك، وخاصة ما تعرف الدبلوماسية لا بارول فو أكت، يوم تقيد موقف على قيس سعيد فيما يخص الجزائر ولا مصر ولا فرنسا ولا غيره اللي هو في غنى عنها بريتو رئيس جمهورية وهو نفسه كأستاذ جامعي حاجة وكرئيس جمهورية حاجة أخرى، يولي يحسب كلامه 100 مرة. ثم مصالح عليا للوطن وثم اعتبارات استراتيجية ثم مصالح التوانسة البرة والتجار وكل شيء. دونك اليوم أنا نرى كثرة الربان وغرقة السفينة. أنا الأوان السيد قيس سعيد باش يقول باجرامبل أنتال والفلان والفلانة هو الناطق الرسمي باسمي. اليوم نشوفوا في ناس يعطيوا في انترفيوات الجرايد باش يقول راني نعرفه مزيان عاقل وباهي ولو كذا وكذا ويفصل فيه، لا أنا مانيش الكونسيي ولا الكونسيير نتاعو، لكن يبدا يحكي عليه بالتفصيل ممل كانوا الكونسيي. وشفنا معناها سعيد قالاش تخرج في المواقف نتاع قيس سعيد، الآخر يقول هكا، إذا لينين يقول في كلام، السيد يجي البارح قال كلام آخر، جماعة حماية الثورة هذا في كلام قاعدين يقولوا في كلام كي هذا، جماعه من النهضويين يقولوا في كلام اخر، يعني بكل صراحه عليك قلت لك اليوم فليتحمل مسؤوليته يخرج اما هو يحكي منتخب. يمكن هذا يمكن اول ظهور واول حديث باش يكون في الجلسه نتاع عيدي اليمين الدستوري، يمكن الجلسه الخارقه للعاده اللي باش تكون على اقصى تقدير الاربعاء القادم، يمكن معنى الاسبوع على القادم. بعد ما راسلت اليوم الهيئه العليا المستقله للانتخابات رسميا مكتب المجلس واعلمته بان النتائج الرسميه والنهائيه بالنسبه لقيس سعيد، دونك الترتيبات فقط هو عبد الفتاح مورو النائب رئيس المجلس. ممكن هذا شو نقول لك، عبد الفتاح مورو قال بانه فما عديد الضيوف اصدقاء تونس من الخارج اللي حابين يحضروا الجلسه هذه، دونك يكون في اطار الترتيبات باش توخر شويه الجلسه. هو توا سي عبد الفتاح مورو باش يدعو مكتب المجلس في اجتماع في ظرف نهارين، وعندهم بعد اجتماع بعد ظرف نهارين اجل 10 ايام. بيان سور باش تكون الصوره والبيكتشر ناصحه وكل شيء، ممكن زاد يوخروا ويقولوا ما نعملوهاش نهايه اسبوع، نعملوها نهار السنين اللي بعد والحاج كي هكا. دونك اون توكا قبل 30 اكتوبر، لكن ممكن تكون في غضون 10 12 ايام 12 يوم 8 ايام 9 ايام حاجه كي هكا. انت كذلك الترتيبات البروتوكوليه اكيد جدا، لكن احنا عندنا توا رئيس منتخب ورئيس باش ينشر في العيد الرسمي هذا، لكن اليوم كذلك يعني خرج في السيت الالكترونيك نتاع الهيئه وتعطات الارقام النهائيه وغيره انتهى. دونك اليوم هذا من اقصى اليمين وهذا من اقصى اليسار، كما قال اش قال هو المعالي، هذا بين قود قصنا دق واخر باذان يصيح كل يعزز دينه يا ليت الشعر مستحيح. احنا يا ليت
مواطناتنا ما صحيحة. أعطينا إنسان يتكلم على خاطر هذا رئيس جمهورية، رئيس الدولة، معناها هو في نفس الوقت حامل حريات، وهو كذلك الذي يبرم السلم، وهو الذي يربط علاقات، وهو كذلك اللي يصل على تطبيق الدستور، وعنده صلاحيات نسبيا صغيرة لكن كذلك مهمة، ويطلع اسم الوزراء، يعمل مبادرة تشريعية، يحل البرلمان في حالة معناها بيان سور تبقى نسيق دستورية، كنا نحكيو على الجزء منها. دونك اليوم أنا نرى أنا الأوان باش نعرف. والعباد شي يقول لك، يقول لك توا قيس عايد كنت تخدم، يقولوا لي جون، يقول لك لا، إذا شوف لي جون هاو النسبة هذه نتاعهم هاو انتخبوا الكبار أكثر من لي جون، الآخر يقول لك شكون معاه، يقولوا معاه اليمين، يقولوا لا مع المجالسين، بعد الآخر يقولوا لا 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 راهو معاه جماعة يمينيين راهو محافظ. يا أخي نحبوا نسمعوا منه هو مش عليه هو أولا بالضبط، وبتجلي هذا رئيس جمهورية بور 5 أون إن شاء الله، ربي يوفقه إن شاء الله في المهمة نتاعو، لكن كذلك نحبوه يكون جلي وواضح ويحسب، مش اللي يحك راسه يعمل فو بروفيل قيس سعيد ويتكلم باسم جبدوا على العسكر في الجزائر، والاخر جبدوا على كذا في مصر، والاخر يقول هاني مسند في سوريا كذا، والاخر لا لا، انا الاوان باش تنظم الامور. عملنا صوره هايله ناصعه، 3 انتخابات في شهر صارت في بلاد، بيان سور ما نجمش نركزوا على ياسر باش نقولوا نو سوم لي مايور لي بلو دور، لا، لكن يحق لنا ان نقول هذه صوره ناس عطيناها، وعندنا ديمقراطيه امبارفيت، لكن ديمقراطيه هايله فيها حدود حد وافر من المشروعيه والمصداقيه. وبيان سور ثم ناس تقول لك الانتخابات تشوبها نواقص ثم كذا، مش متفقين في هذا. الاساس هو انه سي قيس سعيد يخرج ويحكي ويتجلى ويحط على الاقل نطق رسمي باسمه، وزاد على ذلك كما قلنا البارح شكون باش يعين اليوم بالضبط شفت الديوان نتاعو، شكون يحط مهم جدا مستشار دبلوماسي، شكون يحط له بالجمعيات وغيره، شكون يحط نطق رسمي كما نقولوا من نفسه تفهم عشان هذا الكل، بمعنى وانه نعرف يمكن سقف طلبات باش يكون عالي، ولكن فما بعض المؤشرات والرسائل الايجابيه اللي نجم يعطيها قيس سعيد حتى من خلال المحيطين به، من خلال خطابه، من خلال عديد المؤشرات اللي ممكن تتعطى كمؤشرات إيجابية. نرحب بك مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. وشكرا على الدعوة، مرحبا.